راح لها ببيجامة النوم الفجر عشان يلاقي مفاجأة غير متوقعة بالمرة مستنياه. موقف غريب جمع بين الرئيس جمال عبد الناصر والست أم كلثوم في بيتها الفجر. تفاصيل خطيرة حصلت الليلة دي هنكشفها ليكم في الفيديو ده من 5 بالعربي. الكل عارف العلاقة القوية اللي جمعت بين جمال عبد الناصر الرئيس المصري الراحل وكوكب الشرق الست أم كلثوم، واللي كان بتربطهم صداقة كبيرة جدا، وكان الست تحت رعاية مباشرة من جمال عبد الناصر، وجمع بينهم مواقف نضالية كتير ومواقف أم كلثوم مع الجيش تشهد بتاريخ العلاقة القوية دي. موقف واحد كان مختلف وغير كل المواقف اللي جمعت الست والرئيس عبد الناصر، ومش كل الناس تعرفه، لكن في خلال مقابلة تلفزيونية للكاتب المصري محفوظ عبد الرحمن واللي ألف مسلسل أم كلثوم، كشف عن الموقف الغريب ده وقال انه اثناء بحثه في تفاصيل حياة الست في بعض شهود العيان اللي اتكلم معاهم وكانت تجمعهم علاقة قوية بأم كلثوم، حكوله عن حادثة تعتبر سرية للغاية وكانت اول مرة يتم الكشف عنها. الموقف بدأ بصوت الست أم كلثوم بتصرخ في التليفون وبتستنجد بالرئيس المصري جمال عبد الناصر عشان الرئيس بسرعة يخرج من قصر الرئاسة الفجر وبدون حتى ما يغير البيجامة ويجري على بيت الست أم كلثوم عشان يلاقي قدامه المفاجأة. الدكتور حسن الحفناوي زوج الست أم كلثوم اختلف معاها في وقت عصبية واعتدى عليها، عشان كده الست أم كلثوم اتصلت بالرئيس تستنجد بيه. الرئيس وقت ما وصل بيت أم كلثوم وشاف الحالة اللي هي فيها تملكه غضب شديد من الدكتور حسن الحفناوي وسأله بعصبية ازاي يعمل كده في رمز من رموز مصر عشان يفاجئ زوج أم كلثوم بإجابته، وقال له أنا حر، أنا جوزها ومن حقي أعمل اللي أنا عايزه فيها. هنا الرئيس جمال ما تملكش نفسه وقال له بقوة حتى لو هي مراتك لازم تعرف إنك مش مناسب الشيخ إبراهيم والد أم كلثوم عشان يسألك بتعمل كده إزاي في بنته، لأ أنت مناسب الشعب العربي كله وهو اللي هيتصدى ليك ويسألك عملت إيه فيها. الموقف ده فضل من أكتر المواقف اللي بينت قوة العلاقة بين الرئيس جمال عبد الناصر وأم كلثوم وقد إيه كان بيقدرها وبيحاسب أي حد يقلل منها أو يتصرف معاها تصرف مش مناسب معاها مهما كان شخصه أو منصبه. أم كلثوم ليها مواقف كتيرة وطنية، ومن المواقف المعروفة عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم إنها في سنة 1956 اتبرعت من أجل إعمار مدارس بورسعيد بمبلغ 1000 جنيه، وكان وقتها يساوي أكتر من 1,000,000 جنيه حاليا. وبعد نكسة 1967 رفعت أم كلثوم شعار الفن من أجل المجهود الحربي، وقالت إن مش هيغفل ليها جفن وشعب مصر حاسس بالهزيمة. قررت أم كلثوم إنها تحيي حفلتين شهريا وتخصص إيراداتهم لدعم الجيش، وبدأتهم بحفلة في محافظة دمنهور جمعت في حوالي 40,000 جنيه، والحفلة التانية كانت في اسكندرية وكانت حصلتها 100,000 جنيه، ده بالإضافة لتبرعات عينية من الذهب، وحفلة في المنصورة تجاوزت إيرادتها 120,000 جنيه، وغيرها وغيرها من الحفلات اللي راحت كلها للجيش.